بالنسبة لمبادرة بداية وسؤال حضرتك، بالنسبة احنا كرجال عام، رجال عمل عام ومؤسسات مجتمع مدني وأحزاب سياسية، ايه دورنا احنا؟ ايه الهدف من ان انا دايما انا ك زي ما قلت لسيادتك احزاب او مؤسسات مجتمع مدني او رجال عمل عام بوجه عام، بننتظر ونترقب جدا هذه المبادرات ليه؟ في حد ممكن يقول انا يعني الهدف مش ان انا اسوق لهذه المبادره لصالح الدوله او لصالح مؤسسه الرئاسه اللي هي يعني اطلقت هذه لا لا لا، انا الهدف الاساسي عندي هو هدف توعوي بحت، ان انا اقدر اوعي المواطن واقدر اسوق لهذه المبادره من خلالنا تجاه المواطن عشان يقدر يستفيد اكبر قدر ممكن او اكبر استفاده ممكنه من هذه المبادرات. ازاي يعني؟ قولي يعني وضح لي. في جميع المجالات هقول لسيادتك ازاي. لا يخفى على احد، خلينا نكون متفقين، ولو حد قال غير كده يعني انا لو قلت غير كده ممكن يعني اكون انسان غير سوي. لا خلينا نكون متفقين ان بيكون في تقصير يعني متعمد او غير متعمد او سوء اداره متعمد او من وزراء كتير، تمام، او من مصالح كتير ليها احتكاك مباشر يومي بحياه المواطن. خلينا نكون متفقين، كلنا بنمر بهذه المحنة اليومية، لو حد بيروح يخلص حاجة أو حد مصالح بقى الحكومية كل ما يوميا الشهر العقاري كل الوزارات يعني بص يا فندم، كل وزارة من الوزارات ليها زي كوتا معينة ونسبة معينة لخدمة المواطن. أكيد، تمام. فالمواطن غصب عنه ممكن يروح كذا وزارة أو كذا جهة في وزارات مختلفة في يوم واحد، خلاص هو عشان يخلص الظرف الظروف اضطرته لده. فطبعا كلنا مرينا بذلك وبنشوف بعض، يعني خلينا نقول برضو يعني عشان ما نعممش للأمانة، بعض التقصير شوية تجاه المواطن. أنا من وجهة نظري يعني أنا شايف إن ده يعني إيه فن إدارة شوية من القيادة السياسية. اللي هي إيه؟ أنا كل فترة أنا عايز أعمل لك مبادرة، أنا عايز أنشط هذه الوزارات، عايز أنشط هذه الإدارات، تمام، بحيث إن هي تقدم خدمة أفضل للمواطن المصري.